الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، الحمد لله أولًا وآخرًا، والشكر له ظاهرًا وباطنًا. كلمة دينا وحاي كساب سنتهي خطبة دينا مانتا وقفات مع فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة دين رواقد دا وهذا الكيدا وبنفس واحدة أري أظهر مرة توريسو سيسهل لنا وقفك وهذا لكره عبارة هان هي مبنى هان وكلمة آد وكوبان وير، لكن معناها يكفر لذو ومعنى آد يا آد وين ومعنى آد يا آد وعلس وحي حمبار سنتهي كلمة فضل آد يا آد وبضن. رسول كينا صلوات الله وسلامه عليه أي أحاديث فربضا سيدة دقيستين كغهد لي كلمة يا فضل آي لاذا هاي أجرك وكهلا يوقفك كلمة داس بضية. وحنبي قلنا قتل مامي صلوات الله وسلامه عليه كلمة فضائش هذا حاكمت والباب الباب هذا جنة كمدة قفك دون أنه جنة قاله وضضع جنة قاروك قاله وحاكمت كلمة أنه بضية. وحنبي قلنا قتل مامي صلوات الله وسلامه عليه حنقرنا إنا أنك قفك مركو دون أنه بيرتي سأبورته وإني مسجدي وكو أبوري لها يوديار سنتهاي قدك واحد كريده يسوى ميرا نوعي دوني هالنقدانو أما قل لي هالنقدانو أما قمدية هات هالنقطة واحد كريده يسوى وكو أبوري يسوى ما يسوى ميرا. لكن نبي قلنا صلوات الله وسلامه عليه وعنوه الشيغي أبورك قفك دون أنه الجنة دي سبيرته أبورك أولوك كريده يو وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وحوت المامي نبي قلنا صلوات الله وسلامه عليه كلمة دنينا يكملتها هاي قفك دونا يوكيد وباقي أهاضو إلهي الجنة أبو إلالية قفك دونا يوكيد كيسة وكلمة دن وكنز من كنوز الجنة كيدنا وحلوية قانا قفك ووحو إلى الشضو حوله إن يلعكت إن يدهب كينا وحانو سميسان إذي خصنا ذا أذك أو أي أذك تهي قف سدو كوغارو إلا قفك فريه وتيموياني مركا ميل باد كو حفدسان يود كو إلاشاني وحكيتك نفيسك قالك أكتا ذا شيئا مركا قالك وقفك أو إلاشاد الدنيا ذا وحالا ميدا كيتك وقفك مسلم كجنة ذا كو إلاشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحوت المامي نبي قينا صلوات الله وسلامه عليه كلمة دا قفك إلهي كو إرزاقه الدنيا ذا مركا أو دافايو إنا يقولون إيسو السبب كو بدبادي لها نارنا أيان أطابتين إلهنا سبحانه وتعالى جنة ديسا رحمة ديسا وأقلين لها. وحاكم إذا كلمة دان يفوائد أي لاذا حيالها بنا آدن كهر رئيسا وحاكم إذا نفي الشيطان مدول بربك هذا إلا ذا نفت بنا آدن كنا إل يا عيون إيه وحد كعب سنة إيسا حسد نمو إنو ربك أسو قارو شيطان نوا كوهر ريسين هايو نفتا ذو دولان كوي هاي سدو الدنيا آخر وكو سيجين لها. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كلمة لبضا لنعبا بد باذي كاغن نقول هداد إل يا عرب يا أفبنا آدنا تكعب سنيسو لا حول ولا قوة إلا بالله يا حرس حرة إلهي كاغن بد باذينا يا إشهدتك الله سبحانه وتعالى قصدي أفرت قصة كسقنا سورة الكهفي أي كميتا يقفك مسلم كإنو كعبر قاتو مالين كجمعها إنو أخريو كعبر قاتو قصص لسورة أي حمبار سنتهاي وحاكم إذا قصة لو يقانو صاحب الجنتين إنك لبضى بيروت لها لكن قال كفاجر كاها فانتمعي إنك فقير كاها ولال كيسة وفانتمعي وكيلها أنيقا كاحولة بضن أنيقا كاشرف بضن أنا كالان ديرسن
erayada maanta dhageyeena in badan ay maqlaan adduunyada aakharana nasiijiyay wax soo jireenay baa aheyd hadda ma bilaabanin marka laandheeranimacida meel geysay aakhara sharaf ku yeeshay lama arag ilaahay agtiisa camal unbaa lagu kala hormarayaa laakiin sifadan waa sifa damiima oo soo jirtay haddana baabi'ini hayso aanad mooddo inaan laga garwaaqsani rabin lana barani rabin marka uu ugu faantamay nooca ninkii kale allah subxaanahu wa tacaala buu ku kalsoonaay imtixaanka buu ogaay adduunyadan qofka xoolo la siiyo iyo kii loo diido inay imtixaan tahay allah subxaanahu wa tacaala beerihii iyo xoolihii iyo caruurtii uu ku faantamay dekan dekan buu ka dhigay waa baabi'iye الله سبحانه وتعالى مركه وحوت المامي وحوت يراد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سيدا هداد ديه لهد مان كاد بيرت هذا الشيء وتكوف أنتمي يسيو أنا عاد لهد تاسع بدبادك ووفي الناس ومن هنا يعلم ذا نكفى إذين إن وقفك مسلم ككلمة داس بضين تأو بضين آيو إن أي أوقف لانتهاي إن إلهي كجبد بادية شرك إيش إيو عربك إيو حسد نمذا بنا آدنك وحسدو كلو نبي جنة المامي أحاديث وان دول مري دوناي كلمة دان قفك مسلم كي كود دالة كلمة دان قفك مسلم كي كود دالة قارهان مركو قري جيسا كبحايو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قفك سيدا يراد مركو قري جيسا كبحايو إنو إله سبحانه وتعالى مالن كاسوردن إلالين آيو ka ilaalinayo shaydaan iyo sharkiisa marka kelimadan fadaaishaas ayay leedahay oo ku soo arooray waxa marka xadiiska al-imaam ahmed uu soo saaray min xadiisi abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu oo xadiis saxiixa ayaa nabigeena wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi akthiru min qawli laa xawla walaa quwwata illaa billaah fa innaha kanzun min kunuuzil jannah waxaad badisaan ood waqtigiinna ku camirtaan ood carabkiinna ku badisaan ku dhawaaqidda kelimadan laa xawla walaa quwwata illaa billaah waa keed keedadka jannada ka mid ah haddaba amarka nabigeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaan ka faa'idaynaa inuu qofka muslimka ajirka iyo abaalkaasuu nabigeenna tilmaamayo inuu si fudud ku gaaro waqtigiisana kaga faa'idaysto in badan baan hadalnaa oo cantaro baqash iyo weliba fadhi ku dirir iyo waxaanan faa'iido noogu jirin waqtigeenna ku bixinaaye waxyaalaha anfas maa yuxfadu fi lawqaati waxaa ka mid ah adkaartan ay kelimadan ka mid tahay waxaa ka mid ah fadaaisha kelimadan ay leedahay ee soo arooray wuxuu nabigeenna tilmaamay xadiiska sidoo kale uu soo saaray alimaamu axmed min xadiid abi ayuub alansaari ayaa nabigeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi habeenkii ilaahay leylat lisraa walmicraaj allah subxaanahu watacaala u dhiilmiyo samaawaadka loo qaaday cajaa'ib fara badan oo kala duwan buu nabigeenna soo arkay waxaa ka mid ah waxyaaluhu habeenkaa la kulmay ambiyadii allah subxaanahu wa tacaala ee ka horreysay baytulmaqdisna inuu kula kulmay siday taariikhda ay xusayso halkaana uu ku tujiyey oy daliil iyo fadiila ahayd inuu yahay khaatamu lambiyaa wa afdalu rusul kadib markuu samaawaadka tagayna ambiyadii buu haddana samaawaadkii ayagoo talanteel u yaalla ayuu sii maray samo walba nabi ama laba buu kula kulmay waxaa ka mid ah ambiyadii uu la kulmay nabiyullaahi ibraahim uu kula kulmay samada lixaad mar walba oo samada albaabkeeda uu ka gelayna jibriil waa la weydini jiray man macaka yaa kula socdaa nabiyullaahi ibraahim baa markuu weydiiyey jibriilow yaa kula socdaa ayaa wuxuu yidhaahday haadaa muxammadun kan waa muxammed ila socda oo nabiga ilaahay ah nabiyullaahi ibraahim dardaaran qiimo badan buu noogu soo dhiibay dardaaranku noogu soo dhiibay waxay tahay wuxuu yidhaahday muxammed ow ummaddaada waxaad fartaa ood u sheegtaa jannada ilaahay inay waasac tahay dhul u diyaarsan abuurna inuu yahay aslaax diyaarsan oo abuur u diyaarsan inay tahay oo weliba dhul beerood ah tayib maxaa lagu beeranayaa haddaba nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhaahday abuurka jannada ha badiyaano nabiyullaahi maxamed baa weydiiyey wuxuu yidhaahday wamaa khiraasu ljanna jannada abuurkeeda muxuu yahay wuxuu yidhaahday laa xawla walaa quwwata illaa billaahi salaadna wuu u soo dhiibay nabiyullaahi ibraahim ka socoto ummaddiisa ku socoto dardaarankaas oo inan jannada ilaahay beeranona waa inuu soo dhiibay
hadaba kelimadan waa abuurkaas lagu abuuranayo jannada waxa kamida kelimadan fadaaisha ay leedahay waa albaab albaabada jannada kamida waxa nabigeena ka sugan salaatullaahi wasalaamu calayhi xadiiska imaam tirmidhi uu soo saaray xadiiska saxiixa xadiithi cabdullaahi ibn abi awfa عن قبر يربوها ويل يربوها أبيه سا أيا أكينا النبي جينا إنه أخذ مايو وهكذا سدا سانة سلف كينا هاين عرور توضا إنا التربية أي أرياديان عدي أهل العلم جا يا خير كأي وجود بيان مركا ما قا عرور النبي جينا الله كينا إنه تربية يو أي أخذ مانو أجر كرسدان ما ها أجر العقل وقاضنا يو طيب وحير هذه ويل كاسجها nabigeena salawaatu llaahi wasalaamu calayhi ayaa isoo maray anigoo salaatu lfajr tukaday markaasu intuu nabiga lugtiisa sidaa ugu gujiyey ayuu ku yidhaahday ma ku baraa albaab albaabada jannada ka mid eh nacam buu yidhaahday wuxuu yidhaahday laa xawla walaa quwata ilaa billaah waxaa ka mid a kelimadan fadaaisha ay leedahay sida aan tilmaanay wuxuu ilaahay kaaga dhowrayaa isha iyo cayuunta iyo carabka iyo xasidnimada bini aadanka laa xawla walaa quwata ilaa billaah qofka badiya waan soo tilmaanay حديثك آية القرآن كتلمام إيسي قفك صاحب الجنتين ها فاجر كاها إن الله سبحانه وتعالى حوله سوء حفظين لها هدو صدا يديك وهدل لها وحكم إذا كلمة شياطين تشر كيدين إلهي كاقا بدبادين أيه وحنا بيجينا كسوا حديثك الإمام أبو داود وصوصاري من حديث آنس أيا نبيجينا وحوليها قفك نمركو قريقا كبحا أيه هدو يراهدو بسم الله توكلت على الله magac ilaahay baan ku baxayaa ilaahay baan tala saartay oon ku tiirsaday laa xawla walaa quwata ilaa billaah awood oon daacada ku samaynona ma lihin macsiyada iyo xumaanta sidoo kale iyadana xeelad aan kaga weecannona ma lihin intaa hadduu qofka yidhaahdo ilaahay wuxuu kaga dhowrayaa shaydaan iyo sharkiisa waa la kaafin waa la hanuunin waa la ilaalin bal xataa shayaadiintii kugu sallidneed baa cabanaysaa shayaadiinta kale ooga cabanaysaa war qof la ilaaliyey oo la kaafiyey oo la badbaadiyey maxaa nafaasoo kaaga bannaan sideed ku lumini kartaa kelimadda markaa waxay ka mid tahay adkaartaan u baahannahay annagana inaan ku dhaqanno carruurteennana inaan barno waxaa ka mid a kelimaddan iyo fadaaisha ay leedahay wuxuu nabigeenna tilmaamay oo annagana hadda wakhtigan aan joogno inuu faa'iido ah qofka mathalan hadda soo islaama qur'aan baanan garanaynin inta qur'aanka laga sii baraayo waa in kelimaadkan kooban uu dhihi karo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inay qur'aanka kaga filan yihiin ishuu faatixada akhrini lahaa inta uu qur'aanka ka baranay kelimaadkanuu kusii tukanaya xaaladda uu qiyaamka ku jiro qiraa'ada akhrini lahaa intaasuu ku celcelin xaaladdii rukuuci sidii buu ku celcelin xaaladdii sujuudi waa la mid atxiyaadkii waa la mid iyo juluuskii inta qur'aanka laga baray sidaasuu kusii tukanayaa waqtigii nabigeenna ayaanay dhacday waxaa ka mid a kelimaddan iyo fadliga ay leedahay alimaam ibnulqayim raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa qiimaha badan ee adkaarta ku saabsan alwaabilusayib ayaa wuxuu soo arooriyey hadal uu ka soo guuriyey sheekhiisa sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay malaa'igta ilaahay xamalatulcarshi waxaan ogsoonahay carshiga waa akbaru lmakhluuqaat ilaahay wuxuu abuuray waa shayga ugu weyn tayib culayskiisa markaa wax la xamili karo maaha saa darteeda malaa'igta markii ilaahay uu amray inay xambaaraan carshiga ayaa waxay yidhaahdeen maadaama carshigan ilaahay cadamadiisa iyo weyninkiisa iyo jalaaladiisa uu xambaarsan yahay sideenu xamili karnaa sideenu qaadi karnaa ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey oo la amray malaa'igtii inay laa xawla walaa quwata ilaa billaah ay dhahaan kelimadaa markaay dhaheenna allah waa u sahlay oo way qaadeen waxaad ka fahmi kartaa sidoo kale adkaarta subax iyo casirkii aan la imaano waxaa ka mid eh subxaana allaahi wabixamdihi cadada khalqihi aha wamidaada kelimaatihi wazinata carshihi baa ka mid eh wazinata carshihi yacnii allah subxaanahu watacaala carshigiisa iyo culayska uu leeyahay ayay tilmaamaysaa qofka adkaarta la imaadona inuu ilaahay subxaanahu watacaala shaqada iyo howlaha hataa uu qabanayo inuu u sahlaayo halka waxay ka faa'iidaysteen culimmada qofka waxaa dhici karta inuu cajis wahsi wax fara badan inuu dareemo thiqal hoosha inay ku cuslaato shaqadiisa iyo cibaadaadka hataa inuu culays ka fuulo qofka dikrigan badiyo
إلهي سبحانه وتعالى إنه تخفيف بدن سينايو عمل كيسي شقدي سي عبادات كيسنا سفضت إنه كوجدنا يو وحاد سيدوك لأن فهمينا نبي جنا صلوات الله وسلامه عليه جبدي سي فاطمة أي نبي جنا أسوى على عشية ترهده يا رسول الله وردو مضى إلهي قعنت هذا وسوى قليو قبر جارية دو إي خدميسو نبي الله إيسي وحنكر رفاضي قريقا يشقدي سي شيدها لغو شيدو مسجدة أي قعمهي قي أثاريي أو جرارة إيو متقانا قليل كسميي نبي جنا صلوات الله وسلامه عليه وحير هدي ألا أعلمكما ما هو أفضل من خادم ما إذين برا أذي علبة وح خادم إذين إذين كغفض لبضان نبي جنا محو بري تصبيح دلالة إيمان يقف كمركو جوجل شجلا وسيحان أيوه سبحان الله وصدني سدح جارة الحمد لله سد وكله الله أكبر وصدني أفر جارة بقول كه تصبيح والله إما وقف كحالة وسيحان أيوه تاسع وحير نبي جنا خادم أيوه إذن كغفض لبضان ومن هنا علماء ذا كفى إذن استين قف كذكر قال الله إماده حتى شقدي يسي أجود يطاق إنه إلهي سبحانه وتعالى وصير عيو وحين أقود بيا نبي جنا وحاكس سكان وكلمة إيه فضائش هذا كمذا حوت المامين نبي جنا صلى الله عليه وسلم قف كإلهي كإرزاق وكلمة آخر ككلمة كلمة أقود بيا الدنيا ذا المركو كتجاي هذاي النقطة إنه إلهي سبحانه وتعالى نارك جبت بادية وحنا بقى أنك سوغان صلوات الله وسلامه عليه حير أهدي أدون كمركو ير أهدو الله سوى حصايو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حديثك وحوها نبي أن صلوات الله وسلامه عليه وحديثك الإمام الترمذي نسائي بن ماجة أي صوصار من حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري أي نبي أنه حليه إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر أنت أمرك أدونك قهدل لا إله إلا الله والله أكبر إلهي بأو جواب يا حليه أدونك يقرم بو شاقي معبود حق لقو عابد ومجر أني غانا وين يعظمنا أني غاي صغناتي إلهي بأو جواب يا سدوك لأدونك مركو له لا إله إلا الله وحده الله سبحانه وتعالى كل جيسة أي عبادة مضنة إلهي بسدوك لأجواب يا وحده يا صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي معبود حق لقو عابد ومجر إلا أنا مويانه سدوك لأدونك مركو له لا إله إلا الله لا شريك له إلهي بأجواب يا وحده يا صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي أدونك يقرم بو شاقي معبودك جرا حق وانيقا عد وحي لو ذاكتو مامول ايوه عبادة ما لها وانيقا او كليه سدوك لأدونك مركو يرادو لا إله إلا الله له الملك وله الحمد مركو سدا يرادو ولا حول ولا قوة إلا بالله الله بأو جواب يا أدونك يقرم بو شاقي ملكي بقرتوين انيقا اسكاله مهد يشكرين انيقا مضان اقود ايوه حيلتنا ما لها أدونك إلا أنك كالما ذي دينو حيلون موياني وقدم بين باو حليه نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة دا قفك لغو إرزاقة آخر كلمة أي نقطة الدنيا ذا مركو كتقايو لم تمسه النار قفك النار تاباني ميسو مركا قفك إلهي سبحانه وتعالى وقلواني جري كلمة دا عرب كيسان كبذيني جري على الله إنو إلهي سبحانه وتعالى أي نقطه آخر كلمة لأن قفك وحا أتعوذه انت بدن وكو خاتميسن يا من شب على شيء شاب عليه ومن مات على شيء بعث عليه قفك الشيء هدو كو بربارو شيء قوم كو غبوبا قفك هدو شيء لا نولادنا سدانا كو دنتنا الله ايدو كو سو سارا ان بدن با ددك اما وحا وريجيو او كرده iyo waxyalaha ka shaqeysto alaabta la wareejinayo in badan oo kamida la arkay markay dhimanayeen ayagoo alfaadi ku hadli jireen آخر الكلام كو هذا والعياذ بالله قفك مركا عرب كيسو كبادين جير كلمة دانا وحا مركا لو رجينا يا إن آخر كلمنا ونقطه إلهينا وكبت باديو نارك قبت باديو عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام بأمر من رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم على خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اهلك الكفرة والملحدين والشيوعيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.